ازاي اشرب ميه في رمضان؟ المغرب اذن، لو انت بتفطر على تمر افطر على التمرات بتاعتك، وبعد كده تناول كوب من الماء، ويبقى ماء مش مسلك، يا ريت يبقى ميه عاديه خالص من الحنفيه او ماء دافئ، لان المعده بتبقى بقى لها فتره طويله جدا صايمه، ما تتعبش المعده وانت تديها حاجه ايه مسلجه، بالذات لو يعني رمضان جاي في الجو الايه الحر. ما تشربش ميه ابدا اثناء الافطار، وعلى الاقل خالص ساعتين بعد الافطار. احنا عندنا في حاجه اسمها انزيمات هضمه، الانزيمات الهضمه دي بيبقى لها تركيز معين، التركيز ده لو قل هتعمل عسر هضم. الميه لو انا شربت ميه اثناء الافطار او بعد الافطار، انا بخلي الكونسنتريشنز بتاع الانزيمات دي ضعيف جدا، التركيز بتاعها بيقل، وبالتالي الهضم بتاعي مش هيبقى سليم. فدايما تناول الميه في رمضان يبقى قبل الافطار او بعد الافطار بساعتين، وعود نفسك بقى يعني من ساعه الافطار او بعد الافطار بساعتين لغايه السحور كل ساعتين اشرب ميه، على اساس تعود النقص بتاع الميه اللي هو هيسببه طول النهار.